نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن. يا أيها الظمآن دونك من بعد، رتل ورق القلب عطر ما سمعت، هذا كتاب الله نبضك، كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، هذا كتاب الله حصنك، فالتمس فيه الأمام، إذا بدا ما روعك، نور شفاء رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. مشاهدينا الأفاضل، ها نحن نلتقي من جديد في حلقة مميزة تميزت بضيوفها الكرام، وبدون إطالة دعوني أرحب وإياكم بالأستاذ نسيم بالأبيض. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ. تحية لكم ولمتابعي الكرام. شكرا لك. وكذلك أرحب بطالب أو الخاتم لكتاب الله عز وجل رضا إبراهيم ميزاري. أهلا وسهلا بك معنا رضا. أهلا وسهلا بك أستاذة، وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك على قبولك الدعوة رضا. البداية حتكون معك أستاذ نسيم. أستاذ نسيم، قبل ما نبدأ مع مشروعنا هذا بالقرآن الكريم، ماذا بي تعرف الجمهور شكون هو أستاذ نسيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوكم نسيم باللبيض، أستاذ تعليم ثانوي تخصص رياضيات، وعضو إدارة وطنية في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، مكلف بقسم الإدارة والمالية. ما شاء الله ما شاء الله. ومعنا رضا. رضا، تاني عرف الجمهور شكون هو رضا؟ أخوكم في الله رضا إبراهيم مزاري، طالب بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات، خاتم بمشروع النهضة بالقرآن الكريم، ومسؤول فريق التصميم بالفريق الإعلامي للمشروع. ما شاء الله ما شاء الله. يلا نعاود نرجع ليك أستاذ نسيم. أستاذ نسيم، كل واحد ما يجينا في العضو إدارة مادا بينا يعطينا مفهومه لمشروع النهضة بالقرآن الكريم، تعريفه لمشروع النهضة بالقرآن الكريم، إذا قدرت تعطينا هذا التعريف من منظورك لمشروع النهضة بالقرآن الكريم. مشروع النهضة بالقرآن الكريم هو مشروع شباني رباني قرآني، أسسه مجموعة من الشباب الجزائري، وأسسوه سنة 2013. رسالتنا فيه إعداد جيل قرآني حافظ لكتاب الله عز وجل، متقنا لأحكامه، متدبرا لمعانيه، متقنا لعلومه، يسعى للنهضة الحضارية الشاملة للوطن والأمة. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ننهضوا بالبلاد تاعنا إن شاء الله يا ربي. إذن أستاذ نسيم، أنت مسؤول قسم الإدارة والمالية، إذن فيها أقسام واحدة أخرى، ماذا بي تعطينا لمحة أو نبذة عن الأقسام الموجودة في الإدارة الوطنية بمشروع النهضة بالقرآن الكريم؟ طيب، قبل ما نحكي على أقسام النهضة بالقرآن الكريم، أي مشروع وأي مؤسسة لديها محاور جوهرية ومحاور داعمة، ويسميها محاور جوهرية، وتتمثل في مشروع النهضة بالقرآن الكريم محور التدبر، محور الترتيل، وكذلك محور حفظ القرآن الكريم. فالذي يجسد هذه المحاور، احنا في مشروع النهضة بالقرآن الكريم قسم التدبر، قسم الخاتمين، قسم الأساتذة، وكذلك القسم النسوي. يوجد كذلك محاور داعمة، كذلك تسمى محاور داعمة، محاور المانجمنت، بروسيس دو رياليزاسيون، اللي هي المحاور الجوهرية، وكذلك بروسيس سيبور، بروسيس مانجمنت، واللي هما احنا الفريق الإداري الوطني، وكذلك الفريق الإعلامي الوطني، وكذلك مسؤول قسم التنظيم. احنا في الفريق الإداري الوطني علاقتنا مع الأقسام الأخرى تتمثل في أننا دائما نسعى لتطوير خبرات وأداء العاملين في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، وكذلك نعمل مع الأقسام الأخرى، عملنا الجوهري مع الأقسام الأخرى، وكذلك مع الولايات، فدائما نسعى لترقية الأداء الإداري في مشروع النهضة بالقرآن الكريم. ما شاء الله أستاذ نسيم. ومعنا معنا رضا. رضا في فريق الإعلام في قسم التصميم، في قسم التصميم، ولكن قبل ما تكون في فريق الإعلام كنت خاتم بمشروع النهضة بالقرآن الكريم، إذا بي تحكي لي على بداياتك في المشروع، كيف عرفت المشروع، في أي سنة عرفت المشروع، وشحال كان في عمرك؟ هي بدايتي مع مشروع النهضة بالقرآن الكريم كانت سنة 2013، يعني في مع الانطلاقة، أنت كنت مع انطلاقة هذا المشروع في أول مخيم صيفي بولاية عين تيمو شنت.
تم فتح التسجيلات الإلكترونية عبر استمارة تم إطلاقها عبر الصفحة الوطنية للمشروع. بعد التسجيلات يعني التأكيدات والقبول، لكن أنت كيف عرفت بالمشروع؟ شكون اللي قال لك بما أنه في السنة الأولى للانطلاق، كيف عرفت بأن هناك مشروع نهضة بالقرآن الكريم؟ يعني احنا كنا متابعين، كان لنا بعض الأصدقاء اللي يعني كانوا يشرفون على إدارة هذا المشروع. فعرفنا ذلك من خلال حساباتهم وصفحاتهم. وشحال كان في عمرك في ذاك الوقت؟ كنت 11 سنة. داش نسنا، وكان طرف اصدقاء يشرفون على المشروع، يعني شباب اللي في عز شبابهم. نعم، يعني كان كنت يعني على علاقه معهم، فتم من خلال حساباتهم ان عرفنا انه هناك مخيم صيفي للقران. انت محظوظ انك شاركت في المخيم الاول، يعني الاول لمشروع نهضه بالقران الكريم، في الانطلاقه الفعليه لمشروع نهضه بالقران الكريم في سنه 2013. احكي لنا على التجربه تاعك، يعني من خاتم او من طالب الى خاتم الى اليوم في القسم الاعلام. كنا على هذا التجربة، على هذا المسار من 2013 حتى 2020، في عمرك 11 سنة، ودوك شحال في عمرك؟ 18 سنة. يعني من 11 سنة 18 سنة، ماذا بينا تلخص لنا هذه السنوات في بعض الجمل. هي بدايتي مع مشروع نهضة بالقرآن الكريم كانت كمشارك في المخيمات. بعد أن يعني بعد سنتين من المشاركة في مختلف المخيمات التي كانت بعين تيموشن، تغردايا، صيف، في ولايات متعددة، من الله علي بختم كتاب الله. يعني كنت أحفظ 10 أحزاب لما دخلت هذا المشروع، وبعد سنتين أتممت حفظ كتاب الله في مخيم في نمسان سنة 2015. ما شاء الله. في نفس الوقت تم فتح استمارة التسجيل في الفريق الإعلامي لمشروع نهضة بالقرآن الكريم، وأنا كنت شغوف بهذا المجال، وكنت يعني عندي هواية في التصميم والتصوير وغيرها، فسجلت في استمارة الانضمام للفريق الإعلامي. وانضممنا كذلك في كانت هناك يعني خلايا تصميم وتصوير ومونتاج وغيرها، كنت فيها. بعد ما أتممت حفظ كتاب الله، كنت كإداري في مشروع نهضة بالقرآن الكريم في المخيمات مسؤول الإعلام في مخيمات مختلفة مثل مخيم خنشلة ومخيم براقع وغيرها، إلى أن كنت بعدها مسؤول فريق التصوير سنة 2018 من المفروض. والآن أشرف على فريق التصميم قسم التصميم بالفريق الإعلامي الوطني لهذا المشروع. ما شاء الله ما شاء الله عليك رضا. أنت قلت بديت في 2013، ختمت في 2015، واليوم في 2020 نراك مسؤول قسم التصميم في الفريق الوطني الفريق الإعلامي لمشروع نهضة بالقرآن الكريم. هذه أهم المحطات. خلينا نحكي الآن على أثر المشروع على رضا. رضا أو رياض؟ رضا. رضا. أثر المشروع على رضا. هو مشروع نهضة بالقرآن الكريم لا يمكن أبدا أن ننكر أنه كان يعني كان له فضل كبير جدا جدا في حياتي. يعني بعد لما شاركت هذا المشروع كان يعني مثل النور الذي ينير لك في ظلام حالك. يعني كانت يعني هذه الشمعة اللي تنير لك دربك، وأنت يعني شاب تائه. يعني لما تشوف أقرانك في يعني في الدراسة وغيرهم، يعني والجيران، شوف انه ما همش يعني ما عندهمش حظ انهم يشاركوا في هذه المخيمات. يعني تشوف انه ربي من عليك انك تكون مشارك في هذه المخيمات، ثم تكون اداري في هذه المخيمات. فكان هذا له اثر كبير جدا، يعني اثر سواء من حيث الشخصيه، يعني تعلمنا امور كبيره جدا في القياده، حتى في التسيير، في الاداره. طورت نفسي كذلك في جانب الاعلام، يعني كنت بدايه كهاوي في التصميم، يعني ثم تعلمنا عمل فريق ويعني دورات. نعم، وأخذنا منحة احترافي قليلا في هذا المجال. ما شاء الله ما شاء الله. كذلك يعني حتى مع العلاقات التي درناها مع الأصدقاء، يعني مع شخصيات، فكان يعني له أثر كبير جدا حتى في الدراسة. فيعني الإنسان لما يكون يعني يحفظ كتاب الله، ربي من عليه كذلك بالتفوق الدراسي. فكان معدلي في شهادة التعليم المتوسط كان يعني معدل بتقدير جيد جدا، وكذلك في شهادة البكالوريا كان معدلي 17. أكيد تقدير جيد منك في المدرسة، أكيد تقديرك جيد ما شاء الله. هذا نموذج يا أستاذ نسيم، نموذج من ثمرات اللي خرجت بها مشروع أبناء الأوائل لمشروع النهضة. مشروع النهضة يعني بدأ خاتم إداري مسؤول في الإعلام، ما شاء الله عليك. نحن نرجع ليك أستاذ نسيم. الأستاذ نسيم بالبيض، أستاذ نسيم، ما هي صلاحيات وأهداف الفريق الإداري؟ كنا حكينا على المشروع النهضة بصفة عامة، كنا حكينا على الأقسام بصفة عامة، كذلك الآن مسؤوليات ومهام أو صلاحيات وأهداف الفريق الإداري الوطني بمشروع النهضة بالقرآن الكريم. طيب خلينا ندو نظرة على بعض الإحصائيات في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، ثم سنفصل على الفريق الإداري، لأنه من بين أهم صلاحيات ومهام الفريق الإداري هو ضبط وإحصاء كل ما يتعلق بالمشروع. فنحن في مشروع النهضة بالقرآن الكريم
لدينا حوالي 500 إداري في المشروع ككل وطني و500 أستاذة وأستاذات، وحاليا وصلنا قرابة 700 خاتم لكتاب الله ختم في مشروع، ومنهم خويا رضا المزاري من الخاتمين في مشروع النهضة بالقرآن الكريم. مجموع المخيمات اللي نظمناها في الوطن حوالي 282 مخيم نظمناها في 30 ولاية. فالفروع الولائية التي تنشط في مشروع النهضة بالقرآن الكريم عندنا في الوطن 23 فريق ولائي مهيكل، وأما المخيمات نظمناها في عديد من الولايات، نظمناها في 30 ولاية. فحتى يكون هذا الإحصاء في مشروع النهضة بالقرآن الكريم يجب أن تكون هناك إدارة واضحة في المشروع. فالفريق الإداري الوطني من أهم صلاحياته ومهامه ضبط إحصاءات المشروع، كذلك إعداد التقارير، التقارير المالية، تقارير الحفظ والمتابعة، التقارير الأدبي للمخيمات ولأنشطة النهضة، أرشفة كاع الأعمال اللي تقوم أكيد بها أكيد التوثيق المشروع والأرشفة. فكل هذه الفضاءات يتم توثيقها. نحن لدينا العديد من الفضاءات، عندنا مخيمات لحفظ مكتف القرآن الكريم، كذلك ننظم مسابقات لحفظ وترتيل القرآن الكريم، كذلك ننظم الدورات الوطنية والولائية، وكذلك الملتقيات التطويرية وننظمها لأبناء المشروع النهضة بالقرآن الكريم الأعضاء العاملين له، كل ذلك بهدف تطوير أداء العاملين. فكذلك نعد المراسلات الإدارية وندرب في قسم التدريب، ندرب أعضاء مشروع النهضة بالقرآن الكريم حتى نرتقي خلينا نقول إلى مستوى الاحترافية، ونسعى دائما إلى هذا الرقي. أنا شخصيا شهادتي نقول مجروحة فيكم، أنكم لحقتوا 30 ولاية، عندكم مقرات دائمة هنا، ولحقتوا 48 ولاية الأعضاء من 48 والمشاركين في مخيمات النهضة بالقرآن الكريم 20,000، حوالي 20,000 مشارك في مخيمات النهضة بالقرآن الكريم منذ التأسيس منذ 2013 ومن 48 ولاية. فأنا كما قلت لك عندنا 23 فرع ولائي، معناتها هناك عندنا فرع ولائية مهيكلة ونظمنا المخيمات في 30 ولاية، لكن المشاركين عبر كل أنحاء الوطن من 48 ولاية. ما شاء الله، يعني النتائج تاعكم راهي تعبر على الـ على الـ على مدى كما نقولوا تنظيم اللي راكم تمشوا عليه، ما كنتمش تمشوا عشوائي، وانما كنت تقول قمتوا بالارشفه من 2013 حتى الان، حتى الارشفه عندها دورها باش ترجع منا ان شاء الله الديمومه لمشروع النهضه بالقران الكريم بعد 50 سنه الى اخره، تبقى عندكم رصيد تاع ملفات، رصيد تاع احصائيات، ما نبقاوش نمشيو، ما بقيتوش تمشيو هكذا كبر. نعم، بعد 8 سنين نحوس على اي احصاء نلقاه عندكم، كنقول كان دوك نطلب من الفريق الاداري اعطوني احصائيات تاع 2013 2012 نلقى كل المعلومات. نعم، نحن حاليا نعمل في هذا الاثناء، في هذه الفتره قاعدين نديروا كتاب، كتاب النهضه بالقران الكريم، وهذا الكتاب هذا منذ التاسيس من 2013 الى يومنا هذا، ما هي انجازات مشروع النهضه بالقران الكريم ملخصه في كتاب، كتيب او كتاب، كتاب حوالي 150-200 صفحة. كتاب هذه على مستوى الإنجازات، على مستوى التعريف الإنجازات. كذلك نحن نعمل في قسم التخطيط والتطوير على إنجاز أن كتالوج، قسم كتاب حوالي 150-200 صفحة، مسودة جاهزة. على كل حال نحن في حاليا نحن ندرس هذه المسودة حتى تخرج في كتاب كتالوج النهضة بالقرآن الكريم، ومقسمة هذا الكتاب هذا مقسم على أربع فصول، خلينا نقول أبواب. الباب الأول التعريف والإنجازات، الباب الثاني اللي هو الأنشطة الرسمية الوطنية، أنشطة رسمية الوطنية، كل نشاط رسمي وطني سواء كان مخيما، مسابقة، ملتقى تطويري، عمرة الخاتمين، كل نشاط التفصيل كيف يقام هذا النشاط، حتى الإداري في المشروع يكون على باله كل البرنامج، ما هي صلاحيات كل فرد، ما هي مهام كل فرد، كل مسؤول على باله ما هي المراحل اللي يقوم بها حتى ينظم ذلك النشاط. المحور الثاني الأنشطة الرسمية الوطنية، والمحور الثالث الأنشطة الرسمية الولائية، والمحور الرابع الحقائب التدريبية، حقيبة التدبر، حقيبة التفسير، طبعا بالتنسيق كل ذلك بالتنسيق مع الأقسام الإدارية أكيد، وكذلك حقيبة معلم القرآن الكريم. ما شاء الله. وأعتقد أنه جاز في هذه الحصة مسؤول الأساتذة الشيخ حمزة المختار، مازال ما جاش معنا، مازال بالك في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله نعرضه إن شاء الله. هما قاعدين كذلك يجهزوا حقيبة معلم القرآن، حقيبة متكاملة حتى تكون منهجية واضحة محددة تعطى وتدرب لمعلم القرآن، ويصبح لدينا ما يسمى معلم معتمد في مشروع النهضة بالقرآن الكريم. حاليا احنا عندنا إعلامي معتمد في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، وعندنا الإداري المعتمد
في مشروع النهضة بالقرآن الكريم. احنا في الفريق الإداري سلمنا شهادة الاعتماد للإداريين أكثر من 130 إداري حاليا راهم معتمدين في المشروع. استاذ نبدا بيا تعطيني وعد برك يخرج الكتالوج ويخرج الكتاب نكون اول مستلمة كهدية ان شاء الله. اكيد لان الحديث شيق معاك استاذ نسيم، ولكن ناخذ فاصل قصير ان شاء الله ونعاود نرجع. مشاهدينا الافاضل، عدنا والعود احمد. اكرر ترحيبي باستاذ نسيم بالبيض والخاتم بكتاب الله عز وجل الرضا، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. نعود نبدا معاك استاذ نسيم، ماذا بيا تعرف الجمهور او المشاهد الكريم على اقسام الفريق الاداري؟ يعني اكيد فيه اقسام وكل قسم، ماذا بيا نتعرف على هذه الاقسام؟ الفريق الاداري مقسمين العمل نتاعنا على خمس اقسام. طبعا عندنا اهداف لازم نحققها حتى نحقق الاهداف اللي نحن مطالبين بها مع الإدارة الوطنية. مقسمين العمل إلى خمس أقسام أساسية. القسم الأول اللي هو قسم التوثيق، وكنا حكينا عليه سابقا. العمل تاع هذا القسم هو توثيق وتدوين كل ما يتعلق بأعمال مشروع النهضة بالقرآن الكريم، طبعا بالتنسيق مع الأقسام الأخرى وبالتنسيق مع الولايات. احنا عندنا مجموعة يعني داخلية مع الولايات ومسمينها مجموعة المحبرة، معناها كل عمل تقوم به الولايات ترسل التقرير في هذه المجموعة الداخلية، ونحن كقسم التوثيق نوثق هذه الأعمال وكذلك نرسلها لإدارة الصفحة الوطنية وكذلك الموقع الإلكتروني، فتبقى موثقة في الموقع الإلكتروني. القسم الثاني في الفريق الإداري واللي هو قسم الأرشفة، احنا توصلنا الأعمال، توصلنا كل أعمال موثقة، فقسم الأرشفة يرتب هذه الأعمال ويرتب التقارير وكذلك يؤرشف في مواقع خاصة بها مرتبة حتى يسهل العودة إليها. القسم الثالث في أقسام الفريق الإداري الوطني واللي هو قسم تخطيط والتطوير، وهذا القسم هذا دائما نعمل على الإتيان بالجديد. فمثلا مدايرين هوية إدارية موحدة مع جميع الولايات، سابقا كنا مدايرين هوية إعلامية موحدة، حاليا نديرو مدايرين هوية إدارية موحدة. فكل نشاط وكل مخيم نديرو لها ما يسمى بالحقيبة الإدارية. راح نديرو مخيم عندنا حقيبة إدارية، هاد الحقيبة الإدارية توزع الولايات حتى يسهل عليها العمل الإداري لتنظيم نشاطهم. فيها تقرير أدبي، نموذج كذلك، نموذج تقرير المالية، تقرير الحفظ المتابعة، كل ذلك ندربوهم على هذا التقارير فيسهل على الإداري وتصبح مشروع النهضة بالقرآن الكريم منظمة بهوية موحدة. في القسم الموالي اللي هو قسم الرقابة والمتابعة، هذا القسم نعمله عبر هذا القسم، خلينا نقول نتابع الولايات وكذلك يكون دائما عمل منسق بين الإدارة الوطنية والولايات وكذلك بين الفريق الإداري الوطني والأقسام الأخرى في الإدارة الوطنية. القسم الأخير اللي هو قسم مستحدث أسسناه مؤخرا اللي هو قسم التدريب، وخلينا نشرحه شوية. قسم التدريب كوننا فيه أكثر من 130 إداري معتمد في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، وكذلك احنا درنا دورات وطنية، ثم بعد الدورات الوطنية وبعد ما مدينا الاعتماد للإداريين اللي تخرجوا من هاد الدورة، دورة مكثفة بين أسبوع وعشر أيام إلى أسبوعين، يتكونوا في جانب نظري وفي جانب تطبيقي الإداريين اللي يدخلوا لهاد الدورة، ثم كي يتخرجوا من هاد الدورة نعطيهم الاعتماد إداري معتمد في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، له ما يؤهله لتسيير أنشطة مشروع النهضة بالقرآن يعني الكريم. شوف ما شاء الله اهتميتوا حتى بالتفاصيل الصغيرة في التنظيم في الإدارة، يعني راكم حتى تبنوا قاعدة للإداريين المستقبليين أو للأعضاء اللي حيكونوا إن شاء الله في المستقبل في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، يعني كي يدخل عنده كل المعلومات، ما راحش يتبحر باش ياخذ الرصيد اللي أنتم وجدتوه له. يعني والله شابو. وحتى أي عضو يدخل للمشروع عندنا دورات مخصصة له. يعني كيكون عضو جديد ديروا له دورات تكوينية. صحيح، حتى يولي مؤهل باش يسير، ليس كل فرد يسير المخيمات وأنشطة مشروع النهضة. فقسم التدريب
مقسمينه الى ثلاث مستويات. اي فرد يدخل الدورات هادو تاع قسم التدريب له ثلاث مستويات. المستوى الاول واللي قلت لك من قبل كوننا حوالي 150 ودينا الاعتماد 130 اداري، هنا ولا اسمه اداري معتمد في مشروع النهضه. يوجد مستوى ثاني كذلك انه يرتقي هذا الاداري الى مستوى ثاني واللي هو مساعد مسؤول تدريب اداري في المشروع. فهاد المسؤوليه او المهام تاع هذا المسؤول ندير لهم دوره خاصه بهم انه يجي للدوره يعرض معناتها يشرح مع الهيئه التدريب ونحن نقيمه حتى نعطيه الاعتماد يولي مصحح يولي يرافق المدرب. كي نديروا دوره ولائيه يروح يرافق المدرب واصلا هو تدريب واحد اخر ليه باش يرجع ان شاء الله اكيد يرسخ المعلومات ويرسخ التطبيقات لانه احنا مش طاب جانب نظري فقط، عندنا جانب تطبيقي كذلك بالممارسه. ثم هذا المستوى الثاني اللي يتاهل المستوى الثاني ويروح يصحح ويرافق المدرب في الولايات يروحوا يدرب معهم بعد 6 أشهر من الممارسة والتنظيم في تنظيم الأنشطة باستعمال المهارات اللي اكتسبها في الدورات الوطنية بعد 6 أشهر يولي مؤهل حتى يرتقي للمستوى الثالث اللي هو مسؤول تدريب إداري. مسؤول تدريب إداري هو بنفسه يولي مدرب. فاحنا بدينا بالدورات الوطنية وثم انتقلنا إلى الدورات الولائية. حنا الدورات الولائية ديجا كوننا 6 ولايات، ولاية باتنا، ولاية تبسة، ولاية بشار، ولاية أدرار. من قبل كنا فقط دورات وطنية ثم رانا حاليا في الدورات الولائية إن شاء الله تلموا بكل الولايات إن شاء الله. ونسعى في خطتنا السنوية لهذا العام تكوين 300 إداري عبر الدورات الولائية. كما قبيل قلت بلي عندكم كانت عندكم هوية إعلامية ودوكا كنت تخدموا في الهوية الإدارية. أنت كإعلامية رضا في مشروع نهضة بالقرآن الكريم، هل استفدت كذلك من الدورات اللي هما داروا دورات للفريق الإداري؟ هل أنتم كذلك في الفريق الإعلامي استفدتم من دورات كما الفرق الأخرى أو لا؟ هو الفريق الإعلامي استفاد من دورات تكوينية كانت عامة، يعني الدورات التي تم تقديمها من قبل ثم تلتها دورات متخصصة، يعني تكون البداية في انطلاقة الفريق دورات عامة في يعني نظرة مثلا عن التصميم، نظرة عن التصوير، يعني ورشات عامة عن المونتاج حتى يتمكن كل عضو من الفريق الإعلامي أن يوجه نفسه إلى أحد أقسام الفريق الإعلامي. ثم تليها دورات متخصصة في التصميم، دورات متخصصة في التصوير، هذه للأقسام فقط يعني المتخصصة في الفريق الإعلامي حتى يعني تأخذ طريق احترافي متخصص غير عام يعني في كل المجالات اللي ربما ما راحش يستعملها الإعلامي في يتخصص يعني إما في التصميم يعني في المونتاج. ما شاء الله ما شاء الله. نعاود نرجع للأستاذ نسيم. كنا نحكيو على دورات الإداريين، هوية إدارية، لكن على الإداري هل هناك مواصفات الإداري في مشروع النهضة بالقرآن الكريم؟ نحن في مشروع النهضة بالقرآن الكريم عندنا 3 جوانب أساسية. الإداري يجب أن يكون إداري منظم، ويجب أن يكون إداري ماهر، ويجب أن يكون إداري واعي. ما معنى هاد 3 جوانب؟ والله نسقسيك وشو الفرق ما بيناتهم. نبدأو الكاتيجوري الأولى القسم الأول الإداري المنظم. الإداري المنظم هنا نكون هاد الإداري أو أي إداري في مشروع النهضة بالقرآن الكريم يجب أن يتحلى ويكون متقنا في أمور أساسية. في الجانب التقني يجب أن يكون متقنا لبرامج معينة مثل برنامج الإكسل، مثل برنامج الوورد، مثل برامج الجوجل. نحن نقول في برامج جوجل، جوجل شيت، جوجل دوكس، جوجل أجندا، جوجل درايف، كلهم من أجل الأرشفة ربما أكيد هي أمور إدارية. فالتوثيق، أرشفة، كلها يعني أمور إدارية. الباز دو دونيك فهي تحكموا في قاعدة البيانات. كذلك جوجل تاسكس، جوجل نوت، كل هذه البرامج يعني من هذه البرامج يجب أن يكون إداري في مشروع النهضة بالقرآن يتقنها حتى يجسد الجانب الإداري اللي هو الجانب الثاني. في الجانب الإداري يجب على كل إداري في مشروع النهضة بالقرآن الكريم أن يكون متقن أو يجيد إعداد التقرير الأدبي لنشاطه، يجيد إعداد أرضية النشاط نتاعو. نحن نقول عن البطاقة التقنية للنشاط نتاعو، ما هي مواصفات البطاقة التقنية، كل الأهداف كيف تصاغ إلى آخره. التقرير الحفظ والمتابعة يجب أن يكون يجيد كيف يتعامل مع تقرير الحفظ والمتابعة. فمثلا نحن في المقرأة الوطنية ولا في المقرآت عندنا حوالي 3000 مشارك، كيفاش راح تنظم
كل مشارك يحفظ كل يوم لمدة 10 أيام و 3000 مشارك مقسمة الحلقات. كيفاش تنظم تايا 10 أيام الحلقات؟ كيفاش تخرج باس دو دوني قاعدة بيانات كل واحد كده يحفظ فيه كل يوم ومن بعد تخرج منها البيانات؟ طابلو كروازي ديناميك، جرافيك كروازي ديناميك، فتخرج البيانات اليوم الأول اليوم الثاني كيفاه طلع من سوب الحفظ، ثم مثلا اليوم السادس كيفاه هبط. اذا ما هي الاجراءات؟ فمثلا نحن في المخيمات ندير الرحله اليوم السادس ما جاتش هكذاك، انما عند دراسات انه اليوم الثالث يكون مستوى حفظ قوي، الرابع ثم يبدا ينخفض، فلازم تقدروا من تم يعني اكيد من تم من هذه البيانات تقدروا ديروا استراتيجيات للمستقبل. هذه المره تبعنا هذه المنهجيه شفنا باللي راه يطلع هنا يهبط وعلى يتهبط، هذا المره الجايه ان شاء الله في المخيم الجاي ماذا بينا نبعدوا على هذه الامور اللي تخلي المستوى تاع الحفظ يهبط. يعني والله ما شاء الله عليكم، حتى عدد ايام المخيم اللي احنا محددينه بين 10 ايام الى 12 يوم راهو مدروس ومثبت على هذه الايام. لماذا؟ لأنه ما جاش هباء، وإنما عن طريق دراسات ناس درسوا هاد منسوب الحفظ في الأيام كيف يكون، في الحلقات كيف يكون. فمدير النشاط ولا مدير المخيم عن طريق هاد البيانات يخرج له ليغراف، يخرج له الملخص بالحلقة وباليوم، فيعرف أين الخلل. حلقة منسوب تحال الحفظ قليل، يعرف اللي كاين خلل هنا. إذن انا كمدير النشاط ولا مدير المخيم نروح نتوجه بالبحث علاش، لماذا هذه الحلقه فيها الخلل الى اخره. ففي العموم قلنا اداري المنظم في الجانب التقني برامج هذوك يكون متقنهم، في الجانب الاداري يكون يجيد اعداد التقارير. نروح الان الى الاداري الماهر. اداري الماهر، الاداري في مشروع نهضه القران الكريم، اذا يسير الافراد، يسير مخيمات، يسير انشطه، لازم تكون لديه الحد الادنى من المهارات. نحن نتكلم عن فن التخطيط، فن التعامل مع الناس مع المشاركين. مخيم ميداني مثلا فيه 80 مشارك، فكيفاش يتعامل معهم، كيفاش يحفظوا. اداره مخيمات النهضه القران الكريم، مدير المخيم ما هي مهامه؟ مسؤول التنظيم، مسؤول النشاطات، مسؤول الاعلام، إلى آخره من المسؤوليات. كل مسؤول ما هي وظائفه، ما هي مهامه. كذلك بالمهارات التي يجب أن يكون على الإداري في مشروع نهضة القرآن الكريم، فن القيادة والإدارة، لديه الحد الأدنى من فنون القيادة، وكذلك يعرف ومتقن دارس جيدا دليل مخيمة نهضة القرآن الكريم والنظام الداخلي لمشروع نهضة القرآن الكريم. كل ذلك تحليل الشخصيات، تحليل المنظمات الى اخره، كل ذلك احنا ندربوهم الاداريين الاعضاء، يعني ندربوهم على كل هذه الامور. الحمد لله. انا نتمنى دوك نكون معاكم فريق الاداري باش نستفاد من هذو كل الدورات اللي شفت. ما شاء الله تعطوهم في البرامج، تعطوهم حتى في التنميه البشريه دورات، يعني ما شاء الله، يعني هم لميتوا بكل جوانب الاداري او الاداري الماهر والمنظم الإداري الواعي. يلا نروح للإداري الواعي. يجب أن يكون الإداري في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، ونحن مشروع قرآني، فيجب الإداري أن يكون له السمت القرآني. صح. ما نقدروش نقولوا إداري في مشروع النهضة بالقرآن الكريم وهو يعني مستوى الأخلاق متدني. لازم يكون له الحد الأدنى من نحن ما نسميها أخلاقيات العمل التطوعي في مشروع النهضة بالقرآن الكريم. الصدق، الأمانة، اللباقة في التعامل، فكذلك الصبر على تحمل المسؤوليات. فأي إداري يجب أن يكون لديه في المشروع النهضة بالقرآن الكريم، وكذلك في المشروع مشاريع التطوعية في المهن، أخلاقيات المهنة، وحنا في العمل التطوعي كذلك عندنا اللي هي نسميها أخلاقيات العمل التطوعي. فنحن في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، الإداري في المشروع يجب أن يكون له السمت القرآني ويعمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. سبحانه. يلا لحقنا تقريبا لنهاية الفقرة الثانية من الحلقة. مدبية أستاذ نسيم، تعطينا عن تطور الفريق الإداري أو منهجية الإدارة في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، يعني كيف كانت وكيف ولات الآن، يعني عندها 8 سنين تقريبا. مدبية تعطينا ملخص تطور الفريق الإداري. ونحن كباقي المشاريع دائما نسعى للتطور، لا يوجد مشروع كامل، الكمال لله، فأي مشروع لازم يتطور. فنحن في الفريق الإداري كنا نعمل سابقا وبالتحديد قبل نوفمبر 2019 مسؤول الإدارة في الإدارة الوطنية، مسؤول الإدارة، لكن منذ نوفمبر 2019 أسسنا ما يسمى بالفريق الإداري الوطني.
أصبح العمل الإداري لا يقوم به شخص وإنما فريق إداري. إحنا فريق إداري، أي إداري معتمد راهو بالصفة يدخل للفريق الإداري. فنحن عندنا 130 عضو في الفريق الإداري الوطني. فكنا نعمل كفرد مسؤول إدارة يقوم بنفسه يدير المراسلات، من فيها تعب يعني، تعب كبير، ما يقدرش يقوم كل شيء بنفسه، يدير المراسلات، كذلك ينجز التقارير الوطنية، ينجز المراسلات، ينجز تقرير الحفظ والمتابعة إلى آخره من التقارير والمراسلات. لكن الآن نحن نعمل كفريق وبأقسام إلى آخره. كذلك استحدثنا قسم التدريب، سابقا لم يكن هناك قسم تدريب وكنا شرحناه بالتفصيل في يعني كنا بكتب لكن يعتمدوا على مهاراتهم الشخصية فقط. أكيد أكيد صح. فكنا نديروا مثلا مخيم ممكن فرد نلتمسوا فيه الخير وكذا، ف يلا جوز معنا عاوننا وتدي الأجر تدي الأجر. لكن الآن أي إداري في المشروع نحن حاليا نشرط أي مخيم يقام نشرط أن يكون لديهم الاعتماد في الأفراد نتاعهم، أن يكون لديهم إداري معتمد في المشروع. ما شاء الله ما شاء الله. كذلك بتطور سابقا وحاليا عندنا الآن هوية إدارية موحدة، وهذه لم تكن سابقا. فالحمد لله دائما نحن في تطور. والله ما زلكم في التميز. أنا بعد ما حكيت لي هكذا وكيف راكم تقسموا الإداريين، كيف راكم تتابعوا كل الأمور اللي كنت تقوموا بها في مشروع النهضة بالقرآن الكريم، إن كانت على المستوى الوطني أو على المستوى الولائي، على مستوى الأرشفة كما قلت، ممكن راك تقول تخلقوا قاعدة بيانات صحيحة للناس اللي هم دوكا وللناس اللي هم جايين من بعد. هنا فيه يعني تحس باللي فيه ناس اللي يشد المشروع، ما هيش ناس هكذا كبرك، ناس راهي واعية، ناس على بالها وين تحط رجلها، تحط رجلها دوك وغدوة وين راح نحط رجلي. يعني نحييكم على هذا الجهد لكم تقوموا به. أستاذ نسيم لحقنا لنهاية الفقرة، الرضا يقعد معنا. أستاذ نسيم نشكروك على قبولك الدعوة، جيتنا من ولاية قسنطينة، بارك الله فيك. إذا عندك كلمة تحب توجهها للمشاهد الكريم، الكاميرا ليك ووجه لهم كلمة. طيب تحية لكل المتابعين الكرام، ووجه يعني نداء إلى المجتمع حتى ينخرطوا في مثل هذه المشاريع التوعوية التي تساهم بدورها في نهضة حضارية شاملة لوطننا العزيز. وبارك الله فيكم. فيك بارك أستاذ، شرف لي يعني اليوم نتلقى بك. يلا مشاهدنا أفضل فصل قصير ونعود. مشاهدينا الأفاضل عدنا والعود أحمد، والآن ينضم إلي إلى الأستوديو الخاتم لكتاب الله عز وجل بمشروع النهضة بالقرآن الكريم الخاتم ياسر شلغام. أهلا وسهلا بك معي يا ياسر. أهلا بك. ونرحب من جديد برضا، أهلا بك رضا مرة أخرى. وبك أهلا أستاذة. البداية حتكون تحت هذه الفقرة مع الأخ ياسر. ياسر، احنا نعرف أنه لكل شخص قصة مع القرآن الكريم، قصة بداية مع القرآن الكريم، ماذا بينا تعطينا قصة بدايتك في حفظ كتاب الله عز وجل، وما ملخص يعني كيف بديت حتى كيف لحقت اليوم رجعت حامل لكتاب الله عز وجل؟ طيب بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد أول نشكر طاقم قناة الأنيسة على هذه الدعوة الموجهة وعلى المادة الإعلامية المقدمة من طرف هذه القناة. إذن بالنسبة إلى الرحلة مع القرآن الكريم، الرحلة بدأت مع الوالدين الكريمين اللي كانوا يبعثوني أنا وأخوتي نحفظ القرآن الكريم في المسجد. فمنذ المرحلة الابتدائية وفقني الله لحفظ 10 أحزاب، لكن شاء الله أن الشيخ الذي درست عنده قرر أن يرحل. فكان هناك انقطاع، بحثت على إنسان يدرس لكن لم يكن الانقطاع، نعم كان طويل. ترددت على بعض الحلقات لكن كانت نفس الجودة، لا كانت بعيدة وظروف لم تكن مناسبة بحكم السن. المهم بعد ذلك مرت بتجربة شخصية، كانت تجربة خاصة، مجموعة من الأسئلة، مجموعة من يعني تجربة خاصة. قررت بعد نهاية هذه التجربة أن أحفظ القرآن الكريم. متى قررت؟ بعد كم؟ انقطاع دم كم؟ انقطاع دم من بضع سنوات، كنت في متوسطة حوالي ثالثة متوسط. وقتاش عاودت رجعت لحفظ كتاب الله؟ كنت يعني عازم على حفظه وحدي. لأنه ما كانش طريقة للحفظ، لكن فيه نية للحفظ، بأنه كنت نعم عازم نعم للحفظ، يعني فيه نية للحفظ. نعم كانت فيه نية. وفي أحد الأيام كنت مشارك في ندوة عن الكتاب في المركز الثقافي الإسلامي في ولاية باتنا،
في نهاية هذه الندوة وقف واحد قال لك وكان مشروع معين كذا هذه الفكرة سيكون مخيم الأول في تموشنت لمن يريد أن يشارك يتقدم يسجل إلى غير ذلك. وكم كان سنك في هذا الفترة يعني؟ كنت البيع يعني نهاية المرحلة المتوسطة. النتائج سمعتها في المخيم. ما شاء الله. نتائج مليحة ولا بما أنك فكي بدأ لما كي هدر على المشروع خلاص قلت سبحان الله هذه. هذا واش كنت نحب سبحانه وسخرهم يعني ليك باش يثبتوا النيه تاعك في الحياه لانه الفكره كانت جد مميزه مخيمات في العطل يعني الوقت تاع الفراغ هذاك اللي بدل ما الانسان يروح يقضيه في وقت اخر فسجلت تسجيل لم يكن الكتروني يعني هو تسجيل في الاصل الكتروني لكن احنا لما سجلونا في بيتنا سجلونا بشكل ما كانتش عندهم معرفه بالطريقه ولا فروحنا احنا حافله كبيره درنا لهم مشكل كان اقلاء اقبال في المشروع نعم ودرنا لهم مشكل كي وصلنا قال لك منين جاوا هذو تسجيل مفروض الكتروني وموافقه ولكن بارك الله فيهم استقبلونا فتحوا لنا الابواب الحمد لله وكان مخيم جد جد مميز يعني الحافلات من كل الولايات اقبال كبير على القران الكريم فهذه كانت اول تجربه في الدورة الأولى في مخيم عين تمشنت انت بديت سنة 2013 انت في البيام والآن راك طالب أو كملت دراسة؟ نعم أنا حاليا راني سنة رابعة بالمدرسة الوطنية متاع التقنيات هندسة صناعية طلعت لسنة الرابعة ولا طلعت لسنة الخامسة؟ راح نطلع إن شاء الله السنة الخامسة أنا مقبلين على الاختبارات يعني فيه استمرارية يعني من هذاك الوقت أنا قررت حطيت برنامج أنه عامين بإذن الله نختم قبل شهادة البكالوريا واختمت في رمضان في الصيف 2015 ما شاء الله نعم. ما شاء الله الحمد لله بتوفيق من الله عز وجل كنت نحفظ في المخيمات وراجع بين المخيمات بين مخيمة مراجعة وحفظ في المخيمات يعني فيها استراتيجية حتى في الحفظ وفي تحقيق نعم. الأهداف نعم حتى الأهداف ديالك هي أهداف سامية يعني أكيد. كنت بما أنك في المدرسة العليا في الحراش أكيد أنك متفوق في الدراسة هذا شيء باين وزيد في نفس الوقت عندك أهداف ماشي غير علم وإنما حتى القرآن من أسمى العلوم دونك خديت كهدف رئيسي أنك تختم القرآن ونلتحق بالجامعة والحمد لله ربي وفقك ختمت في في عمل باك ولا قبل الباك قبل الباك ومن بعد الحمد لله طلقنا في البكالوريا تحضير وتحصلنا عليها بتقدير جيد جدا الحمد لله بما انكم في زوج من المدرسه العليا تاع الحراش يلا ندير لكم اختبار فجائي وجدنا لكم ثلاث صور هذوما صور منهم انت تخرج الايه قرانيه او اعجاز انت كيف تشوف هذه الصوره في القران عندك الصوره الاولى قدامك هي عباره عن نمله يلا نملة آية إذن آية. آية. آية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ما شاء الله ما شاء الله يعني رجعنا نقطة صفر يا رضا يلا شد الهمة يا رضا وسنة خامسة أنت سنة أولى هذا العام شد الهمة عندك صورة تانية قدامك يا رضا يلا خلي له مجال باش يجاوب ياسر يلا رضا قدامك صورة طير يلا والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ما شاء الله ما شاء الله يلا دوكاكم تعادل واحد واحد نزلت الصورة الأخيرة يتحدد الفائز يلا نشوفوا اسكو طالب سنة الأولى بالحراش أو طالب سنة خامسة بالحراش يلا الصورة الأخيرة هي جبل يلا ديهالك راح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم طيب الله فاكم يا رضا ويا ياسر شفنا الان شكون يربح يا رضا حسيتك انت عطيت له الجواب يلا روح جاوب خليك تربح احتراما ليك لانك سنه وخمس نعاودوا نرجعوا معاك ياسر
دائما بما انك طالب في سنه خامسه بالجامعه، نبينا تحكي لنا على هذه الفتره، فتره الجامعه، لانه يعني نعرف انه فتره الجامعه فتره صعبه. نعم. وما انت عندك ضغط في الدراسه في المدرسه، عندك ضغط في الدراسه، وفي نفس الوقت عندك مسؤوليه بما انك خاتم وختمت في الثانويه. صح. عندك مسؤوليه انك تعطي الصوره المثلى لحافظه لحامل كتاب الله عز وجل. كيف كانت هذه الفتره في الجامعه، انت والدعوه والقران والمسؤوليه؟ نعم، هو المشروع اسمه مشروع النهضه، النهضه بالقران الكريم. وكل المخيمات التي مرت بها تعرفت فيها على أشخاص، يعني إضافة إلى القرآن الكريم هم أشخاص قرآنيون وربانيون، يبعثوا في الإنسان ويبعثوا في الفرد الطاقة الحركية، يعني يتحول إلى إنسان فعال في المجتمع. فأكيد بغض النظر عن الدراسة، والإنسان يؤمن باللي هذا الدراسة أصلا توفيق من الله عز وجل. فلما دخلت للإقامة، أنا مقيم على كل حال في الحراش، وهي إقامة مميزة لأن معظم الطلبة فيها مميزين ونخبة الوطن، فيها كذلك مسجد، وهو ثاني مسجد بني في أول مسجد بني في إقامة جزائرية، هو مسجد عنده تاريخ إلى غير ذلك. ونقدم تحية لكل أعضاء اللجنة اللي يخدموا معنا في ذاك المسجد. فالحمد لله كان منارة للعمل وللقرآن الكريم، فانخرطنا في حلقات تدريس وتحفيظ، والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انت قلت انه كانت الاقامه الجامعيه بالحراش اقامه مميزه لانه فيها اشخاص مميزين، وانا اقول لك بما انكم اعضاء في مشروع النهضه بالقران الكريم، حتى مشروع النهضه بالقران الكريم تميز بحضور الشباب كما انتم وكما الاستاذ نسيم اللي جاز معنا في الفقره الاولى والثانيه من الحلقه. نعاودوا نرجع معك رضا. رضا هو ربح في المسابقة عليك سامع ليش، نعود نرجع رضا. رضا انت هذول بديت مشوارك، وعلى بالي بلي سنة أولى شوي صعبة في الحراش، لكن نحكيه على الثانوية. ثانوية يكون واحد شوية طايش، يكون واحد شوية خفيف، انت كنت خاتم لكتاب الله عز وجل، كيف كنت تشوف، كيف كنت تحس لثقل المسؤولية عليك بما انك في الثانوي وحافظ لكتاب الله عز وجل، معك بلك يقرأ معك تاني كيما انت شوية خفاف شوية طايشين، كيف قدرت تحمل المسؤولية في نفس الوقت تكون مثال حي لهذوما الناس اللي هم معك في الليسي؟ هو فعلا يعني الانسان الذي يصطفيه الله سبحانه وتعالى انه يكون يعني يحمل القرآن الكريم في يعني يحفظه، فهذا يعني راح تجيه مسؤولية كبيرة جدا، خاصة بعد الختم. يعني الأهم ليس أنك تحفظ القرآن الكريم، وإنما أنك من بعد كيفاش تثبته وكيفاش تعمل به. ونحن الإنسان يعني اليوم يعيش في انزلاقات يعني إن صح التعبير، فيكون الأمر صعب جدا، خاصة مع الآفات اللي نشوفها في المجتمع اليوم. ويعني يعني الدنيا هذه هي دار بلاء، وكذلك طريق يعني محفوف بالأشواك. فالواحد يعني الآن قابض على دينه كالقابض على الجمر. فكانت المسؤولية ثقيلة جدا يعني يشعر بها الحافظ لكتاب الله، لأنه عليه مسؤولية تثبيت ومسؤولية كذلك أنه يعمل به. كنا أحيانا في يعني الواحد يعني يبدأ التثبيت، من بعد تأتيه ظروف يعني يتوقف شوي. كذلك لما خرجت من مرحلة الثانوية، يعني لما تغير عليك المرحلة راح تلاقي صعوبات كذلك أنك تدخل الجامعة. لكن الحمد لله بعد الفترة الحجر الصحي يعني تعرفت على طلبة جامعيين معي، يعني أنا كنت في كل مرة نكتشف يعني طالب جديد معنا في الدفعة حافظ لكتاب الله، وكان هذا يعني مما يزيد يعني في بهجتي ويزيد يعني فرحي أنه كاين طلبة معنا حافظ لكتاب الله. درنا برنامج مع بعض وبدينا يعني من سورة البقرة، ورانا يعني نثبته مع بعض بما أننا في زمن التكنولوجيا، يعني رانا نديروا مكالمات يعني جماعية نستظهر على بعضنا، حتى أننا يعني المقدار الذي نستظهره يعني نفسره كذلك. وهذه يعني من النعم اللي وهبها لي ربي سبحانه وتعالى لما دخلت هذه المدرسة، ولما تعرفت على هذا الأناس بعضهم في المدرسة وبعضهم في الإقامة الجامعية، فكان يعني شيء رائع جدا. لأنه كانت صعبة أنك تدخل الجامعة في السنة الأولى، لا يخفى علينا أنه الأقسام التحضيرية فيها ضغط كبير وصعيبة شوية، فأنك توازن بين هذا وهذا راح يكون أمر صعب. الحمد لله رب العالمين وفقني أني لقيت جماعة اللي يعني ثبت معها، وهذا هو الأهم، يعني أنك باش تثبت ولا تواصل هو الجماعة التي يعني تشد بيدك وتكملوا مع بعض في التثبيت. قلت كلمة أنه الجماعة تشد بيدك، ومشروع النهضة بالقرآن الكريم راه يشد بيد كل الشباب الجزائري اللي حاب يختم كتاب الله عز وجل عليه غير يتوجه لمشروع النهضة بالقرآن الكريم. وممكن ما قلت أنت لقيت جماعة باش تثبت معها على حسب الحلقات السابقة، كاين بعد الختم كاين حلقات للتثبيت، يعني ما راحش تلقوك
في مشروع نهضة بالقرآن الكريم، وانت كان عندك تدرج يعني كنت طالب خاتم الان في الفريق الاداري للاعلام مع ياسر، هل هناك تدرج او فقط خاتم في الكتاب العزيز؟ يلا احكي لنا شويه على التدرج تاعك. تدرج هو المشروع وحده هو ما راحش يخليكم، مش انتم ما تخلوش هو ما يخليكم اكيد. تدرج نفس الشيء، انا كذلك انخرطت مع الفريق الإعلامي وتعلمت معهم التصميم والمونتاج و ما شاء الله. مؤخرا كنت مشرف على قسم الوسائل، حاليا تنزلت على بعض المسؤوليات وراني عضو فقط لانه بحكم انه بالضبط عندي مسؤوليات اخرى في الجامعه. ربي نعم. معك لكن ما زلنا مع المشروع، رانا اعضاء وان شاء الله راح نزيدوا نوليو ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يعني نشوف شبابنا اليوم ما شاء الله عليكم. هو حتى قال لنا يا ياسر قلنا بلي معاه اكتشف انه في الدفعه تاعه كاين ناس حافظه القران الكريم، هذا يأكد انه المجتمع الجزائري مازال مجتمع محافظ. ما فرطناش في الدين تاعنا الحمد لله، ودائما نقولها مشروع نهضه بالقران الكريم هو بادره او باب من ابواب اللي تخلي الواحد يشد في دينه، يشد في دينه حتى لو بالقليل. ماشي نشارك في مخيم ونحفظ تمن في 10 ايام، معليش حزب في 10 ايام. هو اصلا مشروع احتضنه الشعب وعرفنا، أنا زرت 10 ولايات مع المشروع، في كل ولاية تعرفنا على تاريخها وعلى شيوخها وعلى الناس اللي حفظوا فيها القرآن. يعني نشوف بلي مشروع نهضة بالقرآن الكريم راهو يساهم في السياحة المحلية، يعني عم ينتقلوا من ولاية لولاية ويساهم في السياحة المحلية الحمد لله. ويعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الأعمال أدوامها وإن قل، يعني أنك تكون دائما مداوم كما قلت ولو حتى ثمن في 10 أيام، فهذا يعني مقدار اللي يعني كاين الناس اللي ما وصلوش أنهم يديروا هذا المقدار الذي قد تستصغره أنت على نفسك. فالأهم هو أنك تداوم فقط ولا تعطي يعني بال للكمية أو المهم يعني النوعية. نعم. تحفظ 10 آيات كما كانوا يديروا الصحابة، نحفظ 10 آيات نتدبر فيها نطبقها ومن بعد خلينا أنك تكون مداوم، يعني هذا هو الأهم. يلا احنا الان لحقنا الختام الحلقه، مدبية يعني نسمع تلاوات عطره من رضا ومن ياسر. نبداو مع ياسر بما انه الكبير نحترمه، خلينا مقبل يربح دوك نزيدو نخليه هو يختم الاول. ياسر مدبية تختم لنا الحلقه، من تم نروح ان شاء الله نختموا ختمه ثانيه للحلقه هذيك من المراجعه، ختمه اولى والتثبيت معك مع ياسر مع رضا. يلا ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. طيب الله فاهكما يا رضا وياسر. طيب الله فاهكما. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا، يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا